اذا كنتوا عم تقروا بالجريده وعم تدوروا على شقه جديده، حتلاحظوا انه راح يمرق معنا اعلانات مثل الاعلان اللي قدامنا، درايت سمر هانوفر سودشتات ان بي اخذ اخسش كو ام الى اخره. فشو معناتها هدول الاختصارات؟ خلينا نبلش مشاهدينا حلقتنا مع بعض. طبعا مستأجر شقة بألمانيا هني بيستخدموا اختصارات ليكون لها دلالات على استئجار الشقة، طبعا مشان ما ياخذوا مساحة كبيرة بالجريدة او على الانترنت، وطبعا مشان السرعة. فأول اختصار بمر معنا هو كام و في ام. كام هو كالت ميتي و في ام هو فارم ميتي. طبعا استرجم كالت وفارم هني كالت بارد وفارم سخن. اما شو معناته هون؟ كالت ميتي هي تعني الاجار من دون اي، من دون التدفئه ومن دون غاز ومن دون اي، ومن دون مي ومن دون شرات هذولي. اما فارم ميتي هي بتحوي كل هذولي مع بعض. طبعا كالت ميتي راح يكون ارخص من فارم ميتي شيء اكيد. الاختصار الثالث معنا عنا بيوت، هو اختصار لباويار. باويار هي السنة تعمر فيها البيت او بنت فيها الشقة، هي سنة. بعدها في عنا ان بي و ا بي. ان بي هي نوي باو، بناء جديد يعني معمر ماله زمان. و ا بي هي الت باو يعني معنى نوي جديد و الت قديم. إذا ان بي نوي باو و ا بي الت باو. الاختصار بعده عنا في ها جي يعني فونونغ. طبعا الاختصار بعده ست اي. طبعا هون بس واحد يقراها بالجريدة رح يكون قبلها زفاي، مثلا زفاي سمر درايت سمر، غرفتين ثلاث غرف اللي هو طبعا باختصار طبعا زين تسد اي تسمر. بعده بالكا بالكون مثل ما عم نشوف الصورة مع بعض. اللي بعده اي فاو ها مقصود فيها اين فاميلي هاوس، يعني بيت منفصل مثل ما عم نشوف بالصورة، مانو مو شقة أو بيت موصولين أو أكثر من بيت موصولين مع بعض، هو بيت عائلي أين فاميلي هاوس زي مثل ما عم نشوف بالصورة. البعض عنا إي جي وهي إرجيشوس مثل ما مرق معنا بدرس الشقة. إرجيشوس هي الطابق الأرضي. باختصار بعضه في عنا دي جي دخ جيشوس. دخ جيشوس مثل ما قلنا كمان العلية، هذا بالدرس الثامن مرق معنا، بتلاقوا طبعا الرابط هون اي جي. بعدها كو ام. كو ام معناتها كوادرات متر، متر مربع. قديش مساحة الشقة؟ 80 مي 200. إذا كو ام كوادرات متر، متر مربع. البعدة اي بي كا اين باو كوشي. اين باو كوشي هي معناتها مطبخ جاهز. طبعا بالمانيا بس تستأجر شقة ما تفاجئ انه تلاقي المطبخ فاضي، ما بيخلوا شيء بالمطبخ، بس واحد ينتقل بياخذ معه المطبخ معه للأسف. فمشان هيك بس تشوف اي بي كا اين باو كوشي معناتها في مطبخ الشقة او البيت موجود فيها المطبخ مانو فاضل. بعدها انكلوسيف، صار انكلوسيف يتضمن، يعني مثلا يتضمن فرضا الغاز، يتضمن مطبخ اللي هو حسب الاعلان. اذا انكلوسيف يتضمن. البعدة جي ا جاردن حديقة.
مثل ما عم شوف بالصورة ممكن البيت يكون معه حديقة، أو إذا الشقة طابق أرضي ممكن يكون معها حديقة كمان أو غيره. إذا جي آر جارتن. اللي بعده عنا إم إم. إم إم مقصود فيها مونات سميتة، الإيجار الشهري. إم إم مونات سميتة اختصار لبعضه. إن كا نيبن كوستن. نيبن كوستن مثل ما حكينا كمان حلقات سابقة، نيبن كوستن هي المصاريف الإضافية، ومثل الغاز كهرباء مي وغيرها اسمها نيبن كوستن. يعني بيكتبوا لك الأجار مثلا 400 يورو 450، وبيكون مثلا نيبن كوستن 150 فرضا. إذا إن كا نيبن كوستن اختصار بعضه. سي ها سنترال هايتسونج. سنترال هايتسونج تدفئة مركزية مثل ما عم نشوف بالصورة معنا. إذا سي ها سنترال هايتسونج. وآخر صورة معنا مثل ما عم نشوف كايني هاوس تيري. طبعا في كتير إعلانات كن كاتبين كايني هاوس تيري إنه ممنوع الواحد يكون عنده حيوان منزلي. طبعا هون بألمانيا كتير بتلاقوا عالم معهم كلاب، مشان هيك بتضمن مرات بالإعلان إنه إذا صاحب البيت ما بده يكون في حيوانات بالبيت، فهو كايني هاوس تيري مثل ما عشوه بالصورة. بنوصل لأهم جزء معنا بالأجار وهو الكاوسيون. كاوسيون هو بتدفع شهرين أو 3 شهور من الكالت ميتي، بتعطيها للمؤجر يلي يعني عم تستأجر منه الشقة أو البيت. هي طبعا المفروض انت هدول بضلوا معه، بس انت يخلص عقدك وبدك تترك الشقة هو بيرجع بشوف الشقة اذا في اعطال او اضرار بيصلح من هدول المصاري، او اذا ما في اي عطل او شيء بيرجع هدول المصريات لك. وفي عنا كمان شيء اسمه بروفيزيون. بروفيزيون هو اجار شهرين او 3، هدول بتعطيهم للسمسار، السمسار يلي دلك على الشقة. طبعا هذا الشيء كتير غالي، يعني الشقة 1000 يورو بدك تعطي مثلا 2000 يورو للمؤجر كاوسيون، وبدك تعطي مثلا 2000 أو 3000 يورو كمان للسمسار، هذولي بدهم يروحوا مباشرة أول ما تستأجر. إذا خلينا نعيدهم مع بعض كلهم. أول شيء معنا كا إم كالت ميتي، بعدين في إم فار ميتي، بعدين باو يوت باو يار، بعدين ان بي نوي باو مثل ما قلنا بناء حديث، بعدين ا بي الت باو اذا بناء قديم كتير، في ها جي فونونج شقة. ممكن واحد لانه يكون يدور على بيت منفصل مو على شقة. تسيت اي تسمر غرفي، بي ال كا بالكون، اف او ها اين فاميلي هاوس، اي جي ارجشوس ودي جي دخشوس. طبعا مثل ما قلنا ارجشوس طابق ارضي ودخشوس هي العلي. كا ام كوادرات متر، اي بي كا اين باو كوشي. مثل ما قلنا اين باو كوشي هو مطبخ جاهز، مثل ما قلنا لأنه معظم الشقق اني بلا مطبخ. بعدها في عنا انكلوسيف يتضمن، بعدها في عنا جارتن حديقة. ام ام هي مناسبة سميتة الايجار الشهري. ان كي نيبن كوستن، سي ها سنترال هايتسونج، واخر وحدة كايني هاوس تيري انه ممنوع على حيوانات المنزلية. وهيك مشاهدينا شفنا معنا الاختصارات، طبعا كتير مهمين. هلا خلينا نرجع نشوف الاعلان اللي قريناه اول الحلقة ونفسره. مكتوب درايد سمار 3 غرف بهانوفر، نوي باو بناء جديد، 88 متر مربع، هو ارجشوس طابق الارضي، كتير في مشمس يعني في زونة. هون 600 يورو هو الإيجار، بالإضافة ل 120 يورو نيفن كوستن، يعني الإيجار هو 720. أما الإعلان التاني فخلينا نشوفه مع بعض.
AVH in Berlin. بيت عائلي يعني فاميلي هاوس، يعني طبعا ما شفنا ميت جاردن مع حديقة 158 متر مربع 155 كوادرات متر، روش هادئ ما في ضجة. ميت الأجار 930 يورو زائد 100 يورو نيفن كوستن، يعني 1030 يورو. وهيك مشاهدينا بكون شفنا هالحلقة، هي كتير مهمة، فيها اختصارات على الشقة اللي الواحد بيستخدمهم بس بده يكون استأجر شقة أو يكون يدور عبيت أو غيره. بتمنى طبعا تكون كل الحلقات عم يفيدوكم. بتلاقوا هون على يمين الشاشة رابط للحلقة الماضية، هي كانت عن الشقة الحلقة 10، وكمان بتلاقوا الحلقة 9 والحلقة 8 انه يطلعوا ورا بعض، كمان اني كمان انه علاقة بالشقة وكتير مهمين لازم الواحد يدرسهم كلهم مع بعض. بتمنى الكل ما يعجبه هالفيديو انه يضغط على زر الاعجاب تحت ويشارك الفيديو على الفيسبوك ويشترك بقناتي مشان يوصلوا على طول فيديوهات. وبشوفكن بالحلقة الجاي. تشوس.